على بركة الله متابعي قناة شوف تيفي، المرة الثانية أقولها للمرة الثانية كندير زيارة لهذا الميدان ديال أو هذا الملعب ديال جماعة باب بودير. ملعب رياضي يشهد له التاريخ، وملعب رياضي يشهد له قدماء الرياضيين، قدماء جميع ميادين الرياضة، أيام بياز وأيام الثمانينات وأيام بداية التسعينات. ملعب ملي كتدخل له القلب ديالك كيتشد بوحدو، وملعب ملي كتدخل له كتقرب تبكي. علاش جماعة باب بودير ما يكونش عندها ملعب في المستوى؟ وعلاش جماعة باب بودير ما يكونش عندها مرافق رياضية في المستوى؟ سمعنا على ملاعب القرب، سمعنا على البرنامج الحكومي المسطر بتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة عن ملاعب القرب. فباب بودير ليس لها ملعب حتى تابع للجماعة. لحقاسك باش نقلبوا على ملعب القرب. بغيت نعرف هذه النقطة هذه، علاش باب بودير هذا الملعب تعرض للتهميش، وتعرض لشتى أنواع التهميش، تعرض للتهميش المطلق. علاش فيما كان شي قرعة شراب خصني نرميها هنا، وعلاش فيما كان شي حاجة خايبة خصني نرميها هنا، وعلاش خصني نرمي تما الكياس، وعلاش خصني نهرس هاد السيرسو، وعلاش خصني هاد الشجرة هادي نبنيها هنا يا متبع قناة شوف تيفي؟ أقولها والقلب ديالي كيهضر على هاد الشي. متبع القناة تبعوني نديرو واحد الجولة ونشوفو الأمور كي دايرة هنا متبع قناة شوف تيفي. فاحنا كنتواجدوا بملعب بودير، لكن النقطة الغريبة اللي وليت كنلاحظها أنا في مجموعة من الجماعات القروية، واش أنا ماشي مواطن؟ راه حتى أنا مواطن، مواطن مغربي، وعندي رقم بطاقة التعريف الوطنية كتحمل الزيت 37 11 77، وإني مواطن ما كاينلاش أنا خصني اللي يحضيني. دابا أنا فين ماشي بحال دابا أنا هي هات، راه واحد داير جلابة وقال حاضيني حتى يمشي بحالاتي. علاش؟ علاش؟ علاش ما يجيش عندي هذاك الا كان مسؤول اداري او مسؤول مع باب مدير أو أو أو, او 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 بدون ذكر الصفه، يجي عندي يتناقش معايا ويقول لي علاش هذا الملعب ما مزيانش، ويقول لي ونقول له انا علاش جيت لهنايا. علاش حنا بغينا نعرفوا مجموعه من المسؤولين ديال باب مدير، او مجموعه مسؤولين ديال مجموعه من الجامعات القرويه، علاش كتعتبروا مراسل صحفي او صحفي بان شي حاجه خايبه، بان شي حاجه قبيحه، وبان شي حاجه اللي ما عاد كي دايره. حنا حتى نسيتو هاد النقطه هادي ديال الملعب، حنا غير كنفكروكم، وحنا غير كنذكروكم. الا كان البرنامج الانتخابي طلعكم للمجالس باش تخدموا المناطق، فيمكن هاد المنطقه يمكن غير نسيتوها، وحنا جينا كنفكروكم بها. فعيب وعرانا في ما شاف شي واحد طوموبيل تي كيقيد الماتريكيل ديالها وكيبقى كيقول لك عطيني سميتك. علاش نعطيك انا سميتي ونعطيك الماتريكيل الطوموبيل؟ واش انا مبحوث عليا من طرف الشرطه، او مبحوث عليا من طرف الدرك الملكي، او مبحوث عليا من طرف الانتربول؟ فغريب هذا الامر، غريب 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 هذا الامر غريب. فمتابعي قناه شوف تي في غادي نشوفوا، كنتمشاو في شبه غابه، هذا كيتسمى ملعب كرة السلة. ملعب كرة السلة هو السيرسو، كما كيعرف الجميع، يصلح لأي شيء إلا لكرة السلة متابعي قناة شوف تي في. فهذه هي، هذا هو ملعب كرة السلة متابعي قناة شوف تي في. فعيب وعار هذا الملعب يكون أنا كرة السلة، فما بالك هنايا رحنا في ملعب الكرة الطائرة متابعي القناة. أصور لي الأرض، هذه ملعب كرة الطائرة متابعي القناة، خليك معايا دابا. ملعب كرة الطائرة متابعي القناة، غندير لكم بكم جولة. شو تسمح ايش جولة؟ هذه ملعب كرة القدم متبع القناة قناة شوف تي في. ملعب كرة القدم قناة شوف تي في. هذا هو ملعب كرة القدم متبع قناة شوف تي في. فاحنا كنجيو غير نعطيو رسالة للمسؤولين باش الا كانوا نساو هذه الجهة ديال الرياضة كنفكروهم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر ملعب كرة القدم متبع قناة شوتي. فغريب غريب غريب، أنا فوقاش ما مشي شي جماعة قروية ولا شي بادية كنلقى واحد أنا واقف من البعيد، واقف حاضيني وكيهدر التليفون. أجي عندي يا أخي، أجي عندي يا أخي ونشوفوا المشكل ونشوفوا الإشكال.
فغريب هذا الامر متسبقا، نشوف شي غريب. ها انتم كتشوفوا ملعب كره القدم بباب بودير. ملعب كرة القدم بباب بودير، ملعب يصلح لأي شيء إلا للعب الرياضة، فعلاش؟ واش ملعب للرياضة تكون فيها الشجرة هذه متبعي قناة شوف تي في؟ واش ملعب للرياضة تكون فيها الشجرة؟ فأين المسؤول؟ أين وزارة الشباب والرياضة؟ أين وزارة الشباب والرياضة بإقليم تاز؟ أين؟ أين وزير الشباب والرياضة؟ هذا هو ملعب الرياضة. والغريب في الأمر، هذا هو ملعب كرة الطائرة. عن أي كرة وعن أي طائرة يا أخي؟ فمتابعي قناة شوف تي في، هذا السيرسو ديال كرة السلة محيد كاع، حيد ولا مشفر ماشي مشكل، بحال بحال. فمتابعي قناة شوف تي في، قصة غريبة هذه المرة الثانية كنجيو لباب بودير من أجل هذا الملعب. فإن إذا كنا كنقلبوا على السياحة بالإقليم فما يمكنليش أنا كسائح نجي ونشوف هذا الشيء، وإذا كنا كنقلبوا على السياحة بالإقليم فما يمكنليش أنا نجي ونلقى قرعة ديال الشراب مهرسة هنايا، نلقى أنا قرعة بيرة مهرسة هنايا، فما يمكنليش نهضر على السياحة ونجي ونلقى ونوض في الصباح وما نلقاش حسن فين ندير الرياضة ديالي. هذا ملعب خصو تدخل فوري. والغريب في الامر حتى مسؤول وزاره الشباب والرياضه باقليم تازه، انا كنعرفك كتبعنا وكنعرفك كتشوف المواضيع ديالنا، غير اللي بغي نقول لكم ونقول مسؤول الشباب والرياضه باقليم تازه، حنا كمراسلين قناه راه والله ما كيعجبنا نتعذبوا، راه حنا جينا ودينا بث مباشر على هذا الملعب باش تاخذوا بعين الاعتبار وتتصلوا بنا وتشوفوا واش خصكم تصوبوه ولا البرنامج ولا الهيكله ولا التسطير ولا 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 ولا, ولا. الكاميرامان تبع معايا، خليك معايا ما تشوفش حتى شي واحد، خليك غير معايا تكونسونطرا غير معايا، ملي كتشوف هنا وهنا كتشتت انا، خليك غير معايا. فمتابعي قناة شوف تي في، فتحت مسؤول الشباب والرياضه خص هذا الملعب خص يوصل وزير الشباب والرياضه بالمملكه المغربيه. فاذا كنا في باب بودير كمنطقه جبليه سياحيه فعيب وعار يوقع التهميش لهذا الملعب الرياضي، وعيب وعار شباب باب بودير ما يحضرش ملعب رياضي، وعيب وعار جماعة باب بودير ما يكونش فيها ملعب رياضي رغم سياسة ملاعب القرب. من قلب باب بودير استودعكم الله.